قام حاكم إقليم تيبستي تشوناي إليمي حسن بزيارة تفقدية شملت كل منطقة سويسرا دوز ومدينة أوزو وإيمو ويبوبو ومسيكي وزمري بهدف تفقد الأوضاع الأمنية والاجتماعية والصحية في تلك المناطق التابعة لإقليم تيبستي. تقرير محمد الأمين أحمد. في إطار سلسلة زيارته التفقدية للأوضاع في مناطق الإقليم المختلفة، جاءت هذه المرة إلى منطقة المناجم سويسرا دوز، والتي توقف عندها للنظر في الأماكن التي يتسلل إليها الباحثين عن الذهب بطريقة عشوائية، حيث وجد مجموعة من الناس في حالة بحث وتنقيب عن الذهب بطرق غير قانونية، كما شدد الحاكم بإخلاء هذه الأماكن قبل قبضهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. عقب ذلك توجه الحاكم إلى مدينة أوزو التاريخية، حيث عقد لقاء مع الشيوخ التقليديين والمسؤولين الإداريين لمعرفة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المنطقة. كما تقدم الشيوخ التقليديين وأهالي المنطقة بوصف معاناتهم ونقصهم للحاجات الضرورية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، ولفت بعضهم إلى طرح مسألة مخلفات الحروب وأضرارها للبيئة الإنسانية كالألغام والزخائر الحية التي لم تنفجر بعد. كما قام الحاكم بجولة تفقدية للمؤسسات التعليمية لمدينة أوزو التي تعاني من نقص في المعلمين والأدوات المدرسية، حيث وعدهم الحاكم بحل هذه النواقص. بعدها توجه الحاكم إلى منطقتي أومو وإيبوبو، حيث عقد اجتماعا مع المسؤولين وأهالي المنطقة واستمع إلى شكاوي السكان المتمثلة عن مخاوفهم عن أعداد كبيرة من المواطنين وغيرهم للبحث عن الذهب مما قد يؤثر سلبا في حياتهم اليومية. بعدها توجه الحاكم إلى منطقتي أومو وإيبوبو، حيث عقد اجتماعا مع المسؤولين وأهالي المنطقة واستمع إلى شكاوي السكان المتمثلة عن مخاوفهم عن أعداد كبيرة من المواطنين وغيرهم للبحث عن الذهب مما قد يؤثر سلبا في حياتهم اليومية. ووقف الحاكم لكل مطالب المجتمع وتعهد على حل بعض من هذه الصعوبات المماثلة وتحديات المجتمع.